السلام عليكم ورحمه الله مستمعي قناه سوتي فيديو كتشوفوا حنا في طريق هنا في طريق مراكش طريق السيار واحد الحادثه تصير خطيره واحد السياره انا اللي فقد السائق ديالو فقد التوازن ديالو وبقات كتلعب به السياره اللي ضربات واحد البوطو من هاد البوطوات اللي كيتواجدوا هنا كتشوفوا معنا مستمعي قناه سوتي ضربت في هاد البوطو هذا هنا الصدمه كانت قويه كتشوفوا معنا ضربت في هاد البوطو هذا كنشوفو الدقة ديالها من البوطو تقلع من بلاصتو ها هو البوطو بالجهد ديال الصدمة البوطو تقلع من بلاصتو نتوما كتشوفو معنا متابعي قناة سوتي البوطو تقلع هانية بخير صحافي هانية سير لا كنصورو شوف صحافي أنا شريف كتشوفو معنا متابعي قناة سوتي السلية خطيرة شوف الدقة هذا ضربات في هاد البوطو هذا تقلعات لهنا هنا تحية كبيرة رجال الدرك الملكي اللي انتقلوا عليه وغزوا في السرعة انتقلوا العلم كامل باش يحاولوا يسيروا حركة السير وحتى المساعدة لا راه درك ابراهيم صافي عشان الصباح عشان الصباح من العشية كتشوفوا معايا تبعوا الاستنفار الامني الاستنفار كبير هنا في رجال الدرك الملكي مشكورين اللي كيعملوا واحد المجهود كبير باش يحاولوا يعتقوا واحد السيد لان صاحب السيارة لانه مضروب صاحب السيارة اللي هو مضروب في راسه مسكين هنا باش ينتقلوا بسيارة الإسعاف باش تنتقل هنا لمكان الحادث كتشوفوا معنا متابعي قناة سوتي فيديو في الصدمة والدقة كانت قوية هنا في هاد الطريق هنا ضرب في هاد البوطو ها هو هاد البوطو ضرب هنا البوطو ها هو الصدمة اللي كانت قوية البوطو تهوت في الدار هذا أشلاء ديال السيارة كتشوفوا السيارة اللي تفرتكات رجال الدرك الملكي كيقوموا بواحد المجهود كبير مشكورين باش يحاولوا يامنوا الطريق باش ما توقعش شي حادثه تسير اخرى لان الطريق عارفه دابا وقيت الذروه كالطريق كتعرف حركه تسير كثيره اختي خديجه انا واحد الحادثه تسير اللي حادثه تسير خطيره واحد السياره كان السائق ديالها فقد التوازن ديالو فقد السيطره على السياره وضرب في البوطو ديال هذا البوطو ديال الضوء وضرب في الحيط ونقز الاتجاه الاخر الاتجاه دابا رجال الامن رجال الدرك الملكي مشكورين حنا ننتقلوا لعيد المكان نتمنى الله السلامة حنا لا كنا كنهضروا على السلامة ونهضروا على الناس باش يلتزموا السلامة لكن كتشوفوا معنا متابعي قناة سوتي السيارة هي هذه أنا السيارة نتمنى الله السلامة يا رب نتمنى الله السلامة من الحالة ديال السيارة انتم كتشوفوا معنا متابعي قناة سوتي حالة السيارة ديالنا واحد الحالة الصدام اللي كان قوي والسائق على حرجة رجال الأمن مشكورين رجال الدرك الملكي مشكورين اللي حاولوا ينتقلوا لهذا المكان على وجه السرعة لأن كيتوازوا دائما في الطريق السيارة متوازين رجال الدرك الملكي الدراجين ولا حتى السيارة ديال الدرك الملكي كيتوازوا هنا وكيتوازوا حتى في البياج دائما متوازين انتقلوا العين السرعة انتقلوا لهذا المكان بسرعة حاولوا ربطوا اتصال بسيارة الإسعاف بس تعتقد سيد تم نقل ديال المستشفى اقرب نقطه ديال المستشفى هو مستشفى ابن رشد هنا بمدينه الدار البيضاء نتمنى الله السلامه يا ربي نتمنى الله السلامه اللي كتشوفوا معنا متابع قناه سوتي فيديو نتمنى الله السلامه من هذا الاصطدام ديال السياره هو هذا كما كتشوفوا الاصطدام اللي كان قوي باش يطير هذا البوطو من بلاصتو راه لا حول ولا قوه الا بالله نتمنى الله السلامه يا ربي خويا توفيق هذه هنا الطريق تقرب للمطار هنا طريق مراكش لوطوروت طريق مراكش نتمنى الله السلامة يا ربي نتمنى الله السلامة أنا الصدمة هنا فين ضربات السيارة فقد السائق فقد التوازن ديالو وضرب في هذا البوطو هذا وضرب في الحيط وتلحت البوطو كيف كتشوفوا معنا متابعين
تلاحت السيارة اتجاه الآخر. لا تلاحت السيارة اتجاه الآخر، هي هذه السيارة كتبوا معنا متابعي قناة شو تي في. كنتمناو ان شاء الله هنا يجي سيارة الإسعاف باش تحاول تنقل هاد السائق إلى المستشفى ابن رشد. كتبوا معنا متابعي قناة شو تي في قلنا كاين اكتضاد من هاد الطريق، هادوك ديال الدروة كيكون الطريق السير غادي يجي الناس هي كتاخذ صور. نتمنى الله السلامة يا رب، نتمنى الله السلامة للجميع، نتمنى الله السلامة. انتما كتشوفوا معنا متابعي قناة شو تي في، هاد الوقيتة وقيتة الدروة وزاد وقيتة ديال الناس، كلشي غادي نهاية الأسبوع كلشي الناس غادي، كاين اللي راجع العمل ديالو، كاين اللي راجع غادي مسافر، كل واحد نتمنى السلامة للجميع يا ربي، نتمنى السلامة للجميع، نتمنى السلامة للجميع، نتمنى لهم السلامة. إلى هنا متابعي قناة شو تي في، نشكركم وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله. شكرا، إلى اللقاء.